مرحبا بمتابعي قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. في هذا الفيديو حول تصريحات مدرب مولودية وهران يوسف بوزيدي، شاهد ما قال حول موضوع لاعبين ضمنوا مكانتهم في قائمة 18. أنا لا دنيير فوا قلتها ونعاودها، نفس الله يبارك نفس الصحافة اللي كانوا في الماتش اللي فات، كنت قلت لكم راني 80%. يبقى ودو كاين واحد دو بلاص في لي 11، وكاين واحد الكات بلاص في لي 18. كل واحد اللي راه حاب يلعب اليوم، كاين لاعب اليوم خدا التاشيره تاعو، خدا البي تاعو بور لي 18. ممكن كان بينه وبين اليوم، واش شفت باللي راهو حاب تما، راه في لونترينمون في الماتش اللي فات، اليوم زاد كونفيرما راه كيما قال اخر يدقدق في الباب باش يدخل في لي 18، باسكو درك سي ديفيسيل باش تكون في لي 11 ومام في 18 ديبي سيزون. الا كيما قال السيد الا كانوا كاع جاهزين صافاتر ديفيسيل، مش حاجه مسهله، باش توجور يتيل كيما قلت لا باش ما نغلطوا في حتى واحد اللي اليوم كان في المستوى سيرتو سير لو بلون ديسيبلين تاكتيك، وكان موجود وين قلنا له ولعب كما التعليمات اللي مديناهم. انا ماذا بيا لو كان نزيدو نديرو ان ماتش بيناتنا انترن، التم نزيد نقول لهم يا ودي فوالا اللي راه عنده امتي روتار غير يروح يشوف كيف يعاود يسترجع القوة تاعو ولا الذهنية ولا أي حاجة باش يكون، باسكو علاه اللي ما يكونوش في لي 18 ممكن يزعفوا، بصح هذا هي سنة الحياة، واللي ما يكونش في لي 11 نفس الشيء. وأنا تيرا هو اللي يفصل، وأنا نقول باللي عندي 80% ننجم نقول لك باش ما نكذبش 90%، ولكن اون ايكيب والفوتبول سي با لي 11، يلزم يكونوا عندي لي 18 ديجا في راسي، وانا لي 18 مازال ما لحقوش. كاين بعض اللاعبين اللي راهم متقاربين، نقول راح يفصل الاسبوع هذا ما بين فلان وفلان. وفي تصريح اخر يوسف بوزيدي يكشف عن سبب تفضيله عدم الاعتماد على بعض الاسماء في المباريات الوديه، استمعوا لذلك. الانفيرموري ما عنديش اليوم، عندي دي مشاكل صغار اللي يطلبوا يومين ثلاث ايام، واليوم كنت قادر نلعب باكو نورمال، ولكن الى نستحفظ عليه وعنده وقت والمقابله الاولى راهي ما يخفالكش باللي حتى 24 سي بور سي، ما حبيناش ندي اوكان ريسك. يعني لماذا؟ لان كي هو كي حماش كي سيلا يزملوا 6 ايام. انا نقول الاصابه اللي نخاف منها تاع 15 يوم بعيد الشر على الجوار ولا اوبيراسيون ولا ديشيرير ولا، نقول لك باللي راه مي نقول بلي بتيتي لونغاسيون سا بو اريفي نيمبورت كيل جوار في لي مومو هادو، بتيتي لونغاسيون تاع 4 ايام 5 ايام هادو نجيريهم. والحمد لله راهم فاتوا 3 ايام، بقاو لهم يومين دون دو جور، ونقول بالك نحن بعد ما نعطي لهم نهار تاع روبو لا روبريز تكون 27 لاعب ميزابار كيما اليوم تشوف ثاني غياب تاع عليان اللي راح للفريق الوطني العسكري، والربعه الاخرين ثاني ما حبيش ندير بهم الريسك. مي انا لانفيرميري بور مو، انا لانفيرميري لا كيسيون تاعك الي فيد برك قضية تحضري، ما حبيش ندير ريسك. لا روبريز ماشي الشامبيون، لا روبريز تاع لي زونترينمون في لا جورني اللي راح نعطي لهم روبو باذن الله يكونوا 27، ونقدر غدوه نجيب 27 غدوه في لونترينمون يقدروا يكونوا 27، بصح انا نجيري وقت بوقت وكل واحد يدي حقه. واستمع لبوزيدي يكشف عن سبب مشاهدته لمباراة بلعباس من المدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال راكم شفتوا بلي كنت في المدرجات باش نشوف احسن
وجو برون دي نوت خاصة بعض اللاعبين باش نحي عليهم لا بريسيون. قلت جو بريفير نكون في المدرجات، عطيت لهم تعليمات قبل المقابلة، ولكن باش يكونوا مرتاحين. ما راهي إلا مقابلة ودية، ولكن كل واحد يتحاسب كيما أنا راح نتحاسب، هما تاني يتحاسبوا. كان أدفيرسير نشكروا، نقول باللي اتحاد بالعباس يبقى اتحاد بالعباس مهما كانت يعني الوضعية تاعو اللي ما يستاهلهاش، يعطيهم صحة. داروا مقابلة، نقول دارونا مشكل، داروا مقابلة يعني مام كي تشوف المردود تاعنا ساتن كيما صرحت لا دانيير فوا، خط الهجوم وين الكرة راه الشوط الأول مش مسموح نضيعو. كي تبدا البطولة في القسم الأول يعني ضد بعض الفرق، اليوم كانت الفرصة بعض اللاعبين اللي عطيت لهم تانيك الفرصه، قلت لهم تلعبوا بارتياح بدون عقده بدون يعني ما كان ني بريسيون ني والو، ولكن ماذا بيا نشوف مردود احسن من اللي شفت دانييرمون. وباف كاين اللي كان باسيتي لي نو سي سور، كاين اللي اليوم مردود تاعو كان مليح، كاين اللي لعب 90 دقيقه، كاين اللي لعب شوط واحد، كل واحد دا حقه. واش شفت واش شفنا، وانا نقول على العموم مازالني نبحث كيما هضرت لا دانيير فوا، بعض اللاعبين يزم يكونفيرمي ويزم يفطن.